كنيسة للأيتام بتم فيها جرائم بشعة ضد الأطفال، والمسؤولين بيخفوا كل هذا الظلم بأبشع الطرق لتيجي صبية وتكشف السر. بيبدأ الفيلم ببنت صغيرة ولد بيكونوا بدار أيتام وبيصحوا بالليل وبيروحوا على الحمام، وبتقول البنت لأليكس إنه الأطفال المخيفين هن يلي عم يلعبوا بالحنفيات. بيطلعوا بعدين وفجأة منشوف كل الحنفيات فتحت، فبيسمع أليكس صوتهم وبيقلها حيروح شوي ويرجع، وبيروح بسكر الحنفيات وبيلاحظ إنه في شي غريب على المراية الكبيرة، فبيطلع على طرف المغسلة وبيصير يتفرج، وفجأة بيطلع برق قوي وبيوقع أليكس وبينطرق راسه. وبعدين منشوف السيدة فرانكارد واقفة، وبيجي باص بتنزل منه بنته بتستقبلها فرانكارد وبتاخدها على نفس دار الأيتام لتشتغل هنيك. وأول ما بيصلوا بتشوف إنه الكل عم يجهزوا الغراض وبدهم ينقلوا الأطفال لغير مكان بعد موت أليكس، وبتدلها على مكان تروح عليه لتجهز غراضها. هنيك بتقابل الست يلي بتشتغل بالتنظيف والطبخ وبتتعرف عليها. بعدها بتجي لعندها بنت وبتاخدها بتورجيها المكان وبتدلها على غرفتها، وبتفوت على الغرفة ومنشوف إنها حامل. بعدها بتطلع بتشوف الأطفال وهن ماشيين، وبتركض لعند البنت اللي شفناها ببداية الفيلم وبتوشوشها شي وبتمشي. وبعدها بتطلع لعند بنت اسمها جوبت يلي بتكون بتتصرف بغرابة، ولما بتسألها عن عمرها بتعصب جوبت وبتقلها تطلع لبرا، فبتطلع وهي مزعوجة وبتخبر هي لينكا عاملة التنظيف، وبتقلها هي لينكا إنه جوبت على طول هيك وغريبة الأطوار. فبيروحوا على المطبخ بيجهزوا الأكل وبيعدوا ليأكلوا، وفجأة بتجي لعندهم جوبت ومع شنطة فيها آلة موسيقية، وبتتسطح جنب البنت وبتصير تطلب تسامحها، وبتجي هي لينكا وبتعطيها دواء. بعدين منشوفهم عم ينظفوا المطبخ، وجوبت واقفة برا عم ترقص وتلبس شغلات غريبة وبتخفى على المرجوحة. بتجي لعندها هي لينكا وبتعطيها دواء وبتفوتها لجوا. بالليل بتقوم أنا على الحمام، وهي عم تطلع بالمراية فجأة بتشوف حدا خبط لراسها وكسر المراية، وفي مجموعة رجال، وبتصحى فورا وبتكون عم تحلم. تاني يوم الصبح بتخبرها هي لينكا إنها رايحة وما رح تطول، وبتبلش أنا تنظف الغرف، وفجأة بتلاقي رسمة طارت على الأرض فبتروح لتشوفها، فبتاخد الرسمة وبتعلقها على اللوح مع باقي الرسمات، وبتلفت نظرها بعض الرسمات وبتاخدهن وبتقعد تتفرج عليهن، وبتكون عم تشرب مي، وفجأة منشوفها تعبت وبتصير تتذكر البنت الصغيرة يلي بتكون قالت لنتبهي من الأطفال المخيفين وبتروح، وفجأة بتقوم وبتوقع الكاسة وبتنكسر، وبتصحط وبتوقع على إزاز وبيغمى عليها، ومنشوفها هي لينكا وجوبت حاملينها وبيسطحوها على التخت، وهي عم تصرخ وتبعدهن عنها، وبصيروا يحاولوا يهدوها وبتنام. وبعدها منشوفها هي لينكا عم تخيط للجرح يلي برجلها وبتعرف إنها حامل، وبتطلب منها أنها إنه ما تخبر حدا أبداً بهالشي، وبتعانقها وبتصير تبكي. بعد مرور فترة منشوف أنها عم تتمرجح على المرجوحة، وبتشوف شي طالع من الأرض مثل الحبل فبتسحبه، وبتكون لعبة أطفال، وبتشوف بنت واقفة بعيد وبتختفي، فبتروح على المكان وبيكون في تماثيل، وبتصل على مكان كله صناديق خشب فبتبعتهم، وبتشوف مراية وصندوق فيه ملفات، وفجأة بتلاقي السيجا فرانكارد وراها وبتقلها شو عم تعملي، فبتقلها أنها أنها عم تتفقد مو أكتر، وبتخبرها السيجا أنه ما حتلاقي شي غير جرادين وذكريات قديمة ما بتخصها، وبتقلها ما تخبر هي لينكا لأنه عم تحاول تنسى، وبتمشي. وبترجع بتقلها أنها شافت كتير بنات مثل حشريين بشغلات ما بتخصهم، وبالأخير أخدوا يلي بيستهلوا وبتأشر على بطنها. وبيكون في سيارة قديمة وبتحاول أنها تفتحها، وبتلاقي جواتها قطة مع أولادها. بعدها بترجع وبتقلها لهي لينكا أنه أنت يلي خبرتيها، فبتقلها هي لينكا أنه من أول لحظة إجت فيها على المكان كلهم عرفوا، وأنه هالشي واضح. فبتركض وبتفوت لجوا وهي معصبة، وبتضرب بطنها وبتقعد على الأرض، وبتحط السماعة وبتسمع دقات قلب الجنين، فبتعصب أكتر وبترمي السماعة، وبتروح فورا لعند جوبت وبتسألها عن الأطفال المخيفين، وبتقلها أنها شافت صورهم، فبتقلها جوبت أنه على طول بيجوا لعندها بالليل وفيها تسمعهم، وبتقلها أنها أنه هي كمان عم تسمعهم لهيك إجت وسألتها. بعدها بتروح لتتفقد المكان كله وبتصل على الحمام، وبتلاقي خزانة قديمة، ولما بتحاول تفتحها بيوقع الباب كله، وبيكون في مواسير كتير، وفجأة وهي عم تطلع بيوقع لعندها كرة، فبتقرب لتشوف منين وقعت، وبتطلع فورا، وهي ماشية بتحس إنه في صوت طالع من غرفة وبتفوت عليها، وبتحس إنه بالحيط في شي غريب فبتصير تلمس الحيط، وبتلاقي في فتحة جواتها شنطة فبتاخدها، ولما بتفتحها بتلاقي فيها صور قديمة وملف لطفل، وبتخفى وبصير الصباح، وبتصحى وبترجع الشنطة لمكانها، ومنشوف كرات صغيرة وقعت لتحت وقت رجعت الشنطة، وبتسمع صوتها هي لينكا وجوبت عم يحكوا، وبتفكر جوبت طلعت لعندها، وصوت بيقول لها تركي هي الغبية لحالها، بس بتكتشف إنه جوبت لسه تحت، وبتمشي شوي وبتسمع صوت عم يقول لها شو بدك، وبتكمل لجنب الدرج، وفجأة بيصير السور يهتز بقوة، وبتوقع شقفة منه على الأرض وبتكسر الحجر، وبتصير تسمع أصوات، وفجأة الباب يلي وراها بيفتح، فبتخاف وبتركض بتتخبى، وبتجي لعندها هي لينكا وبتقول لها شوفي،
وبتقلها تهدى، وبعدين بيحكوا بالموضوع. فبتوقف أنا وبتورجيها صورة الملف تبع الولد اللي لقتها، والطفل بصورة بيكون بده عيون. وبتقلها هي لينكا إنه ما تتدخل بهي القصص والمشاكل، وبتقلها قدام فكرة عدد الأولاد اللي قدرنا ننقذهم، وإنه كان في بس طبيبين لـ300 طفل، وبتتركها وبتمشي. بعدها منشوف جوبيت عم تبكي وتقول إنه القطط رحلوا، وبتروح وبتصير تدور عليهم. وبيكون مع أنا وبيشوفوا هي لينكا طلعت كيس من المي وفي القطط ميتين، وبتصير جوبيت تبكي كتير، وبتقلها هي لينكا إنه هي ما دخلها وما عملت شي فيهن، وبيروحوا هي وأنا بيدفنوهن. وبتقلها أنا لجوبيت إنها حتساعدها وحترجع تتذكر يلي صار بهالمكان، وبتقلها إنه هون كانوا يعملوا كتير شغلات بشعة. ومنشوفهن وقت قعدوا مع هي لينكا لياكلوا، بتعطيها هي لينكا لجوبيت الدواء وبتعمل حالها شربته، ولما بتقوم هي لينكا بتعطي جوبيت الحبات لأنا، ومنشوفهن صاروا يحبوا بعض كتير وبيلعبوا بالطين سوا. وبتطلع أنا بتتحمم وبتكب كل الحب يلي معه، وبتدق عليهن هي لينكا وبتقلها لجوبيت ليش ما عم تحاكيني، وإنه هي ما دخلها بموت القطط، وبتتركه بتمشي. وبتكون أنا يلي واقفة ورا الباب وعم تسمعها. بعدها بتروح لعند جوبيت يلي بتقلها أنها متذكرة المكان وقت إجوا عليه الأطفال، وبتقلها إنه بعدين كانوا الأطفال مختلفين. وبتصير أنا تقلها حاولي تتذكري المكان يلي كانوا فيه وين شفتيهم. فبتقلها جوبيت الحمام الكبير وبيروح عليه، وبتصير أنا تحفر بالحيط، وفجأة بيتسكر الباب لحاله، وجوبيت بتصير تطلع بالمراية. فبتشوفها أنا وبتروح بتقرب من المراية وبتقرب منها المصباح، وبتلاقي علامات إيدين أطفال على المراية، وفجأة بيظهر لها شبح طفل ورا المراية، وبتخاف وبتوقع على الأرض. بتقوم أنا بتحمل قطعة حديد وبتكسر المراية، وفجأة بيصير الضوء يشعل ويطفي، والباب بيصير يخبط، وبتنشال إيد الباب وبتوقع. فبتركض أنا وبتلف محارم على إيدها وبتروح بتشيل كل الإزاز الباقي من المراية، وجوبيت بتتخبى. ومنشوف هي لينكا بتفوت وبتصير تسحب أنا وتقلها إذا رحتي لهنيك ما بقى ترجعي. وبتشوف أنا بهذا الوقت الولاد عم يركضوا، وبتسحبها هي لينكا على الأرض وبتضربها لتهدى، وبتحطها تحت الدوش لتصحيها. وفجأة بتلاقي كل الدواش اشتغلت، وبتصير تقلها أنا شو عملتي بالولاد. فبتقلها هي لينكا إنهم كانوا كتار واندفنوا من 15 سنة. وبتجي جوبيت وبتضربها على راسها فبيغمى عليها، وبتقلها أنت كذابة وكان بدك تحبسيني. وبيروحوا بيفوتوا على المكان يلي ورا المراية، وبيكون مهجور وفي تخوت أطفال وألعاب، وبتلاقي مصعد بس جوبيت بتكون ما بدها إياها تطلع فيه، وبتقلها أنه مو شغال. فبيطلعوا وبترجع أنا بتركب بالمصعد وبتسكره، وبتقلها ما بيشتغل ليتسكر الباب. وبتصير جوبيت تبكي وبتقلها أنا إذا ما رجعت تطلبي المساعدة. وبتنزل لتحت وبتصل على مكان كله أضوية ومثل المشفى، وبتشوف غرف فيها أسرة وفيها تربيطات للأشخاص، وبتقعد على الأرض وبيكون في ممرين طوال، وما بتعود تعرف شو تعمل. وفجأة بتلاقي باب المصعد تسكر، فبتركض لتحاول تفتحه وما بتقدر، وفجأة شي بيخبط عليه فبتخاف وبتركض على غرفة وبتسكر الباب. وبتكون هاي الغرفة كلها أحواض استحمام، وبتلاحظ إنها عم تنزف، وفجأة بيظهروا لها الأطفال بشكل مخيف، فبتطلع لبرا وبتقعد على الأرض. وفجأة بتلاقيهم رجعوا ظهروا وبصيروا يمشوا باتجاهها، وهي بتوقف بوشهم وبيلتفوا حواليها وبيسطحوها على الأرض، ومنشوف طلع تحتها بقعة دم وبتصرخ. وبعدها منشوف السيدة فارنكورد إجت على المكان المهجور هي وشاب، وبتشوف باب المصعد مسكر فبتفتحه، وما بتلاقي المصعد وبيشوفوا جوبيت مرمية على الأرض. وبعدها منشوف أنا مسطحة على الأرض وجنبها ابنها يلي ولدته. وبالأخير منشوف السيدة فارنكورد وهي لينكا هنن وعم يحكوا، وبتقلها لفارنكورد إنه كان لازم تجي قبل وقت غرقت القطط، وإنه وقتها جوبيت قلبت عليها، وبيكونوا بدهم يتركوا المكان ويروحوا، بس بترجع جوبيت عم تركض وبتقولن بدها تاخد شي للذكرى، وبتاخد رسمة. وهي نازلة بتسمع صوت عم يناديلا، وبتروح بتفتح باب الغرفة، وبتلاقي أنا مع ابنها وكل الأطفال حواليها، وبيكون أنا شكلها مثل الشبح. وبتجي فارنكورد بتناديلا فبيختفوا كلهم وبتمشي، ومنشوف إنه الغرفة يلي شافتهم فيها فاضية وما فيها حدا، وأنا صارت مع الأطفال بعد ما ماتت هي وابنها. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.